الناصر حرق والملقب بملك المقامات والذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية. وعن القريب يوم 27 في هذا الشهر نستمع إليه إلى إذاعة القرآن الكريم في قرآن الفجر. أترك الكلام والمجال لكلام الله وأرى عن يميني سيصعد منصة قراءة ملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرك، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل أطيعوا الله والرسول
تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على Thank you.
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم يا الله.
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى ذكرك الأنثى وإني سميتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها
قبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلا وكفلها زكريا وكفلها زكريا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا عليك يا دكتور عبد الناصر.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا وجد عندها رزقا قال يا مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن ذرية طيبة هنالك هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة
الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنى يا
سبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. يا من خلقت عيسى بدون رب وحفظت مريم من القذف والسفك وجعلت سليمان يكلم من يأتي بالحق واحببت الحبيب محمد حبا ما بعده حب ارض عنا يا ربنا انا وكل من قال يا رب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة التي تلاها علينا وعليكم علم من أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرق.